شنو رأيك في تهديد الرئاسي للأسود والقطراني باستبدالهما في حال عدم رجوعهم للمجلس؟ طبعا نحن نقول أن التهديد القطراني والأسود لازم طبعا قبل ما يكون التهديد يكون أنه في تشاور بين الناس عشان أنه يصير التهديد هذا ولا لا. طبعا هو نحن نتمنى أن البلاد هذه ما يصيرش فيها أي تهديد لأسود لقطراني وصلا ديما للتقدم إن شاء الله بإذن الله. هو المجلس الرئاسي يحتضر ويحاول لملمة نفسه بأي طريقة إن كانت، بدليل أمس السراج لما منعوا عدم منح الثقة للحكومة دار بيان وقال لا، كيف ما نقول يعني الحكومة مش واخذة الثقة اوريدي، عرفت، على أساس أن عندنا أربع وزارة مازال ما تحقوش كذا، يعني الموضوع تلفيق، الموضوع تلفيق. المجلس الرئاسي لازم يدرك هو ويدرك الليبيين أنه هو منتهي منذ ولادته. والله شوف، هو المجلس الرئاسي من بدايته كانت غلط وأكيد ما بني على باطل فهو باطل، فهو بدايته كلها غلط ومش حي مش حيكمل. وعلي القطراني بالنسبة لعلي القطراني هو ممثل برقة والأسود ممثل الزنتان، فما تصحش البلاد إلا بالتمام الشمل الليبيين كلهم على بعضهم. شنو رأيك في تهديد الرئاسي للقطراني والأسود في حال عدم التحاقهما بالمجلس؟ أنا طبعا أول حاجة أنني أرى أن القرار الإدارة الرئاسي هو يكون يعتبر مش في صالح القطراني للأسود، لأنهم هم مقاطعين الرئاسي بعدة أسباب، اللي هي طبعا السبب الأول هو تمسك علي القطراني وعمر الأسود بالجيش وبالنظام الأمني في مدينة مغازي أولا، يعني لأن جيش هو قائم هو يحارب الإرهاب، وعلي قدراني من الداعمين الجيش الليبي، هو الذي وقف الجيش الليبي من بداية الثورة، من بداية تمت الخروج على إطار ثورة 17 فبراير تم موقفة الفريق خليفة حفتر في مع الجيش الليبي ورد الجيش الليبي ورد لكرامته وبقوة. ونحن الحمد لله يعني الشعب الليبي الحقيقي الشعب الحر تم يعني متمسك بالجيش وتم طالب بالجيش الليبي طالب بالشرطة، وهم يعني نحن متمسكين بالأستاذ القطراني والأستاذ الأسود ونحن معاهم، ونتمنى بالبرلمان الليبي أن يكون خطوة ثانية يسقط مجلس الرئاسي بالكامل، مش حتى يعني هم الرئاسي طلبوا باسقاط علي القطراني والاسود، احنا نتمنى باسقاط المجلس الرئاسي بالكامل، وعلي الاسود والقطراني والاسود هم معانا يعني في الراي نتاعنا، لان هم مطالبين الجيش، ونحن كمدينه بغازي وكشعب الليبي حتى احنا متمسكين بالجيش متمسكين بهم كعضوين في المجلس الرئاسي. بارك الله. هو بالنسبه للتهديد هذا انا نشوف فيه انه هو لغايه باش يقسموا بها الدوله الليبيه، عرفت، تهديدات هذه واضحه، وكل اي واحد من الشرق يطلع والله يتكلم كانوا يعرض فيه، عرفت، وقاعد هو يوصل النتيجه، هذا اللي يشوف فيه انا، عرفته، بالنسبه للتهديدات هذين، عرفت، هذا الحل يدروها بدري، عرفته بصراحه، يعني يقول لك يعني لهم توا اكثر من كم سنه وهم جرافات علي تمويل من برا من الخارج يجيهم، عرفت، يدزوا في عصابات مسلحه، يدزوا في يبعثوا لنا في مقاتلين من افغانستان ومخلفات الحرب هذوما متاعين جبال تورابورا، فهمتوا، هذا اللي نشوفوا فيه، شنو حقنا منهم؟ ما حقنا منهم شيء. والله هذا يعتبر شيء غير منطقي، يعني ينافي القانون واصلا يعني المجلس الرئاسي اصلا اساسا هو مش واخذ حتى ثقه من مجلس النواب اساسا، هو غير دستوري يعتبر، فالتهديد هذا غير منطقي وما يصحش، خصوصا ان الشخصيتين هذين يعني شخصيات يعني معروفه ان هي تأيد منطقه واسعه من ليبيا، يعني فالشيء هذا اعتقد انه غير قانوني وما يصحش. حسب وجهه نظري واعتقادنا، طبعا هو المجلس الرئاسي يعتبر الان هو غير شرعي، بالتالي كل اشياء تصدر من المجلس الرئاسي يعتبر ما لهاش معنى هناك، بالتالي
كلام حبه على الورق راح باختصار. والله هو يعني التهديد من عدمه كيف بعضها، لان المجلس الرئاسي من غير موافقه مجلس النواب حيعتبر مخترق للحوار نتاع الصخيرات، فلازم يعني اول قبل ما يعطي المجلس الرئاسي اي حاجه لازم موافقه البرلمان نتاع طبرق، فمن مش حيأثر يعني هذا كلام هذا، لان انا الحكومه هذه نعتبر فيها ماشي حكومه الوفاق، وبدون موافقه مجلس النواب وجودها من عدمه ما ترش اي مشكله. يعني انا نقول يعني اكيد لهمش الحق ان يسحبوا شرعيه نتاع الشخصين، لان المجلس الرئاسي بروحه مش واخذ الشرعيه اصلا مجلس النواب، واكيد اكيد ان النائبين هذوما يدعموا في الجيش ويدعموا في الثوره، فما لهمش الحق انهم يسحبوا شرعيه او يعني تعرضونهم باي يعني باي حق من حقوق القانون، ما لهمش اي حقيه انهم يسحبوا اي شرعيه او يفصلوه من المجلس الرئاسي. والله انا بالنسبه لسحب العضويه انا معها، موافق انه يسحب العضويه من المجلس الرئاسي، لان ماهوش منبثق من مجلس النواب يعني مش واخذ شرعيه كامل، فانا بالنسبه لي انه هو مش موافق عليه بك، وان انا مش معتبره انه هو اصلا هيكون حاجه في الدوله او يكون له اساسات يعني بعدين. يعني انهم هم ما عندهم شرعيه في شرب البرلمان، وما عندهمش اي حق يعني بالجو اللي يديروا فيه هذا يعني. والله هذه تعتبر طبعا يعني ضغط على المجلس النواب، وبيديروا الحاجه اللي شنو كيف اللي يدير الحاجه هذه يا يصير شيء من الشرعيه. طبعا يعتبر مجلس النواب هو الشرعيه الاعلى والسلطه الاعلى في ليبيا توا في البلاد، فهذا يعتبر يعني كيف الضغط، وهذه حاجه مش شرعيه، تعتبر حاجه كي تلاعب عرفتها في لا يستطيع المجلس الرئاسي التهديد العضوين علي القطراني وعمر الاسود، لان كان سحبهم يفتح المسوده، هو في القانون بعد تم توقيع في الصخيرات لم يتطرق الى فتح المسوده ولا يمكن فتحها. يعني انا ما عنديش اي راي واش، بس هي فقدين الشرعيه تمام، وانا نفضل يعني ان البلاد تكون نبتنا على دستور باش تفضوا النزاعات اللي سايره في ليبيا كلها يعني. والله هي المساله مساله ثقه، عندها هو مجلس الوفاق حاطين ان يصالح بين منطقتين متصارعتين دواء بالنسبه للشرق والغرب، نحن المنطقه الشرقيه مكلفين اثنين من النواب انهم محل ثقه لنا وحاطين فيهم ثقه، وان شاء الله شنو يشرفونا ويسمعوا راينا غادي. لما هم يسحبوا عضويه النائبين هذوما هيك الموضوع يصير فيه شنو عدم ثقه، تبقى المنطقه الشرقيه شبه مهمشه، ما فيش من يسمع الراي غادي، والقرار اللي يمشوه في مصلحتهم هم يمشي علينا، ونحن موضوع منتي يعني بالنسبه لهم. ما كان لك انه مكلف بالنسبه اللي يمثل لنا الجيش والشرطه في المنطقه شنو الشرقيه، فهمت الفكره؟ انا لا غير صحيح كلامهم، هذوما القدراني والاسود هذوما يمثلوا فينا في الدوله وضروري يخلوهم في المجلس،